قبل اي حاجه، مين اول واحد قال لك كيم كارداشيان؟ قال لي ايه؟ ان كيم كارداشيان من العقل. فاكره انت طبعا، انت فتحت عليا باب سنتين في العمر. جاي ابارك لاصحابي وزمايلي وحبايبي في المعرسي، بتمنى لهم التوفيق من كل قلبي والنجاح ان شاء الله. مين اللي جاي تباركي له تحديدا كمان؟ مين ايه؟ جاي تباركي لمين تحديدا؟ احمد حاتم. احمد حاتم هو اكتر حد صاحبي يعني، بس كمان المنتج ايهاب السرجاني، جميله عوض، المخرج محمد بكير، كله. الفيلم بيتكلم عن الحب والخلاص دي. انا ما اقدرش اتجوز من غير حب، لازم يبقى في حب، بس الحب بقى صعب قوي الفتره دي. كم مواصفات فاتي احلام رئيسي؟ يبقى لذيذ ودمه خفيف وكريم وابن ناس وبيحبني قوي، ما اقدرش اعيش من غيري، حاجات كتير مش موجوده دلوقتي. طب المواصفات الماديه لها اعتبارات ولا لا؟ يعني لازم يكون في حد ادنى يعني عشان بس نعيش عيشه لطيفه. المسرح مع الفنان اشرف عبد الباقي، كلمنا عن التجربه دي. تجربه المسرح انا كنت محظوظه بيها جدا، اتعلمت منها كتير قوي واتبسطت بيها جدا جدا، كنت بتمناها والحمد لله ان جات لي الفرصه دي واتمنى اكررها. مين اعترض على وجود حمو بيكا في المسرح؟ شفت الموضوع ده ازاي؟ يعني هو دايما بيكون في اعتراض على حاجه، بس في الاخر كنت شايفه الناس بتحبه جدا، وكان بيطلع على المسرح بياخد سكسي عالي قوي، وهو لذيذ جدا جدا. طول عمرك مترقعه بس يعني جنى انك بتعملي ميك اب لشخصيات مختلفه وبتقلدي كتير، فايه الموضوع ده بقى؟ بحب يعني بعمل حاجه بحبها، فبتمنى ان الناس كمان يكونوا حابينها يعني. اكيد. عايز اعرف كمان، حابه تقلدي مين الفتره اللي جايه، ومين اللي حبيتيه قوي وانت بتقلديه؟ لا انا كل اللي قلدتهم بحبهم جدا. والفتره الجايه ان شاء الله هنزل فيديو جديد، بس مش هقول هو مين عشان الناس هم اللي يعرفوا. مريان حزين هتغني امتى؟ قريب ان شاء الله، وشغاله على الموضوع ده. اغنيه ولا هل سنجل؟ سنجل ان شاء الله. هتقدري ايه جديد بقى في التمثيل كمان الفتره الجايه؟ داخله ان شاء الله بيت المعادي، بعمل شخصيه بتدور في فتره الستينات، يا رب تعجب الناس ان شاء الله. مش شكرا جدا.